يعني قبل اني اروح على عشاء على شرط تكون جاسوسه وارجع وخبره شو عم بيصير. ما عم بفهم، بدك تروحي ولا ما بدك تروحي؟ انا ماني جاسوسه. يا الله، شو بكون حاملين السلم بالعرض؟ عم بقول لك بدك تروحي تتعشي. ايه اما لا؟ ايه بدي اروح. عال، جبت لك الموافقه من عند جده، صار فيك تروحي تتعشي من دون ما يصير في جريمه كبيره بسببك. بس انا ما بدي انقل له اخبار، فضل اقعد بالبيت من انه اكون جاسوسه. شفتوا الفرق بيني وبينكم؟ انا بقول له بروح وجيب لك اخبار، بروح بسهر وانبسط، وبس ارجع بقول له ما حدا حكي شيء، مرتي جايب جيب لك اخبار، هيك بتكوني انت راضي وهو راضي والدنيا كلها بالف خير. اه والله، يعني اذا انت راضي وهو راضي بتكون الدنيا بالف خير، واذا العالم اللي حواليكم مش راضين كمان بتكون الدنيا بالف خير. كلنا منيح وصحتنا منيحه، يعني الدنيا بالف خير. انت اللي زعجك مش مهم ابدا. بعرف مش مهم بالنسبة لإلك، بس كتير مهم بالنسبة لإلي. اطلب لي سوشي، عبالي اتعشى سوشي. ما في سوشي، انت حبلي، رح اجيب لك سلاطة. ما بنصحك هالقد تستخف بمشاعر مرتك، اللي عم تقوله كتير مهم. بالنهاية هي كل شي عم جاري بتعمله انه تحمي علاقتكم، وانت اذا بقيت هيك رح تخربها على الآخر، وساعتها ما بقى فيك تلاحق حالك. أنا رايحة على العشاء، فايتة كمل اللبس. اسمع، جده معصب وخايف عليك، فوتي طمني قبل ما تروح على العشاء. أنا رح روح على العشاء، يوسف حكيني وقال لي إنك قبلت إني روح. أنت ما بتعرفي شي يا اسمع، وكلكم ما بتعرفوا شي. ما نكون مقدرين إذا هالعيلة بقيتون قديش رح يصير في مشاكل وقديش رح يصير في خطر علينا كلنا. طب خبرني لأفهم. ماني مضطر خبرك، لازم توثقي فيي، أنا جدك وهن الغرباء. بس حتى لو مصدقتك ما بيصير شيء إذا خبرتني. ياسما، أنا بدي إياك تضلك متذكر إنه هول الجميع جايين لهون لينتقموا منا. ينتقموا منا؟ ليش؟ يعني إحنا شو عملنا لهم لينتقموا منا؟ لازم توثقي فيي وتصدقيني بكل شيء عم قايل لك اياه. روحي جد، روحي، ديري بالك على حالك، ما تخلي قلبك يكسرك ويضعفك. ياما في قلوب ضعيفه خربت بيوت اصحابها. خلي قلبك قوي قوي كثير، وما تعملي مثل اللي سبقوك. ديري بالك على حالك وعلى كرامتك، فهمتي؟ شو يعني ما أعمل مثل اللي سبقوني؟ روحي جدو، روحي روحي.